السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الشباب على قناة أيوبا خبيت. في هذا الفيديو أتيت لكم بتطبيق اسمه كافي للتواصل مع الأجانب وأيضا العرب من كل أنحاء العالم. فأنت لن تختار أي شخص لتتواصل معه يا أخي الكريم، بل التطبيق هو الذي من يختار لك تلقائيا الأشخاص الذين راح تتواصل معهم بالصوت أو بالصورة. فهذا التطبيق عن تجربة يا إخوان الكرام، وعندما قمت بتجربتي أحببت أن أشاركه معكم. المهم، إذا كنت تريد طريقة التعامل مع هذا التطبيق فعليك بمشاهدة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذه القناة، المرجو تضغط الزر صابوني ثم تفعيل خاصية الجرس كذا لكي تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا ضغط الزر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله. انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قد أتيت لكم من جديد. نعم، فكما قلت لكم في بداية الفيديو أتيت لكم بتطبيق للتواصل مع الأجانب والعرب من كل أنحاء العالم، اسم التطبيق كافي، هذا هو اللوجو الخاص به، سوف تجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. فبعد تحميلك لهذا التطبيق تقوم بالدخول إليه. ننتظر قليلا فكما ترون شعار التطبيق كافي. فبعد دخولك لأول مرة إلى التطبيق تقوم بالضغط على كومونسي وتظل الواجهة على هذا الشكل. هنا تقوم بكتابة الاسم الخاص بك ثم تقوم بالضغط على كونتيني وننتظر لغاية ما يتم الدخول مباشرة إلى التطبيق. فكما ترون هناك يعطيك ثلاثة خاصيات عليك أن تحذر منها يا أخي الكريم. هنا في الأول لونجاج أبوسيف، لا تقوم باستعمال الكلام الفاحش للأشخاص الذين راح تتواصل معهم. وهنا في الثاني، القسم الثاني، لا تظهر المناطق الإباحية الخاصة بك. والمرحلة أو القسم الثالث، لا تقوم بشرب الخمر أو كماية السجائر. عليك بالتجنب هذه الثلاثة الخصوصيات لتفادي غلق حسابك يا أخي الكريم. سوف نقوم بالضغط على جو كومبروند، نقوم بالضغط على ابل، والان يبحث عن اشخاص للتواصل معه. هلو، بونجور، صافا؟ هذا الشخص من فرنسا. بونجور بونجور اتو سوف اسلكي ميتش دي سوتيف. سوف اقوم بالخروج اخواني الكرام. اقوم بالضغط على الكروة للبحث عن شخص آخر للتواصل معه. حاليا أقوم بالتواصل معه عبر هنا الصورة. فأنا قمت بغلق الكاميرا الخاصة بالهاتف. مرحبا عمر، كيف حالك؟ لقد قام بقفل الخط. هنا شكيب، مرحبا. فكما ترون اخواني الكرام بهذه الطريقه يمكنك التواصل مع الاجانب وايضا مع العرب. فالتطبيق هو من الذي يختار لك يا اخي الكريم. اقوم بالضغط على باسي واقوم بالخروج. فكما ترون اخواني الكرام فالطريقه سهله جدا، وايضا يمكنك اضافه صورتك الشخصيه عبر الضغط على اجوتي ان فوتو، ويمكنك اختيار الصوره من داخل الهاتف الخاص بك ووضعها هنا في البروفايل لكي يستطيع الاشخاص الاخرون بمشاهده صورتك قبل ان يتحدثوا معك يا اخي الكريم. فكما ترون التطبيق للتعرف مع اناس اخرين عن بعد يعيشون في الدول الاخرى. المهم، سوف تجدون الرابط اسفل هذا الفيديو اخوانا الكرام. فطريقه استخدام هذا التطبيق سهله جدا، سوف تجدون الرابط في الوصف. والى هنا وانتهى الفيديو، والى فيديو اخر ان شاء الله.